بسم الله، من الحاجات الجديدة في ريفيت 2020 إن أنا أقدر أعمل insert أو import لملف بي دي اف. يعني تعالى نشوف ملف يكون بي دي اف يكون فيه مشروع. مثلا دوت بيبدأ يقول لي أنت عايز أنهي صفحة اللي تحطها. اختار مثلا الصفحة ديت. الريزوليوشن بتاعك تمام، اعلي الريزوليوشن عشان تعرف تشيك براحتك. اجي دلوقتي اقول له حط البي دي اف. ايه ده، كأنها صورة يعني. ف بيقول لي لوك بروبرتيز الباك جراوند ولا فور جراوند، يعني لو في اي شكل مرسوم رسمناه هيبقى فوق البي دي اف ولا تحتيه. وانيبل سنابس للحاجات اللي موجوده في البي دي اف. طيب اعتقد ان كان في ده هو المشكله. اهوت. تقدر بقى تبدا دلوقتي ترسم الحوايط زي ما انت عايز، تقول له مثلا وول وتبدا ترسم الوول زي ما انت عايز. طيب من الحاجات الجميله برضو في الريفت، بما ان احنا بنرسم وول، موضوع ان انت ترسم وول اليبس، دي برضو من الحاجات الجميلة والجديدة.